الحمد لله الرزاق ذي القوة المتين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل من زينة الدنيا المال والبنين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام الزاهدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن قوام المعايش للعباد وعماد القوة في الاقتصاد وأس الواجبات المالية وحجر الزاوية في النفقات الشرعية هو المال الذي يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع، وترغب فيه النفوس البشرية وتشرئب إليه الأعناق، كما قال رب البرية: وتحبون المال حبًّا جمًّا. وهو شقيق الأرواح وعضد العتاد والسلاح، إذ لا تستغني أمةٌ عن المال كما لا تستغني عن العدة والرجال، فهو من زينة الحياة الدنيا ومن أصول الاكتفاء والغنى. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خيرٌ عند ربك ثوابًا وخيرٌ أملًا. والناس تجاه المال أصناف: صنف المتزهدين الذين زهدوا فيه زهدًا يخل بمفهوم المال وغايته، ولم يفرقوا بين كون المال وسيلةً لقضاء الحوائج وأداء الحقوق وقيام الحياة الرضية، وبين كونه وسيلةً للتكاثر والتفاخر والاشتغال به عن الواجبات الدينية والدنيوية. وصنفٌ استهواهم المال حتى عدوه غايةً بنفسه، تُبذل لتحصيله وجمعه كل السبل الممكنة، وتُقضى من أجله الأوقات وتُفنى الأعمار، حتى صاروا عبيدًا للمال يخبطون فيه خبط عشواء لا يميزون بين حلالٍ وحرام، ولسان حالهم يقول: إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابةً وجمالًا، فهي اللسان لمن أراد فصاحةً، وهي السلاح لمن أراد قتالًا. وصنفٌ توسَّطوا في المال فلم يعدوه رجسًا من عمل الشيطان، ولم يلهثوا وراءه حتى يستهويهم ويستعبدهم، بل اتخذوه قاضيًا للحاجات وقائمًا بشؤون الحياة وسبيلًا للقيام بالواجبات. عباد الله، إن نظرة الشرع للمال هي نظرةٌ تجمع بين تحصيل المال بالطرق المشروعة وبين اتخاذه وسيلةً للتعايش، لا غايةً تُفنى الأعمار في جمعه وتكديسه، ولا يتنافس الناس في جلبه وتحصيله. وقد راعى الشرع الحنيف الفطرة الإنسانية وميل النفس البشرية إلى حب التملك، ولكنه هذَّب مصادر اكتسابه ومخارج بذله وإنفاقه. فالمال بحسب متموله ومستعمله، فقد يكون نعمةً وقد يكون نقمة. وقد مدح الله المال فسماه نعمة، قال الله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وسماه جل جلاله رحمةً، فقال: ولئن أذقناه رحمةً منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وسماه خيرا، فقال سبحانه: وإنه لحب الخير لشديد.
وهو نعم الصاحب الصالح للرجل الصالح. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال: إن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه، فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين وابن السبيل، ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للمرء الصالح. وحذر الله من المال أيضا فسماه فتنة، كما في قوله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، كما ذم من استهواه حتى استعبده وأشقاه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إذا أعطي رضي، وإن لم يعط سخط تعس وانتكس. إخوة الإسلام، لقد حثت الشريعة على كسب المال من وجوهه الشرعية، ونهت عن اكتسابه بالطرق المحرمة البدعية. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأباح طلبه بعد أداء الفرائض والواجبات من العبادات، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، كما أمرت بإنفاقه في مراضي الله تعالى من أداء الواجبات والتطوع في المندوبات من الصدقات والتبرعات، وبالشكر لله فيه وعدم الطغيان به، إذ الإنسان مستخلف فيه. قال الله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وقد قيل: الشكر زينة الغنى والعفاف زينة الفقر. وفي الحديث: واليد العليا خير من اليد السفلى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه وكفاه، وهي خير زاد تزود به المسافرون إلى الله. فاتقوا الله عباد الله. أيها المؤمنون، وإذا كانت شريعتنا الغراء قد حثت على كسب المال من وجوهه الشرعية، فقد نهت في الوقت نفسه عن اكتسابه بالطرق المحرمة والسبل المجرمة، ويختلف طلب المال بحسب الوسيلة والغاية، فتكتنفه الأحكام الشرعية الخمسة، فيكون طلبه واجباً إذا كان لكفاية نفسه وزوجه وولده ومن يعول. قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ويكون طلب المال مستحباً إذا كان يزيد على نفقة من تلزمه نفقتهم، بقصد صلة الأرحام ومكافأة الأصدقاء ومواساة الفقراء. ويكون طلبه مباحاً إذا قصد به التجمل والتنعم. ويكون مكروهاً
إذا طلبه للتفاخر والتكاثر ولو من طريق حلال. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، ويحرم طلبه واكتسابه إذا كان بطريق حرام كالربا والغصب والسرقة والرشوة والقمار والغش ونحوها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. عباد الله، ذلك هو المال وموقف الشرع منه وأصناف الناس فيه، فمن اكتسبه من حله ووضعه في محله وأدى حق الله فيه وحقوق المخلوقين فهو نعمة وكرامة، ومن اكتسبه من غير حله ومنع ما وجب فيه من الحقوق فهو نقمة وملامة. فكن يا عبد الله ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ولا تكن ممن شغلتهم أموالهم عن واجباتهم الدينية. فالله الله بمعرفة حله وحرمته، وكن ممن يحل حلاله ويحرم حرامه. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته وثلث بأمر المؤمنين به، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الحنفاء الأربعة الخلفاء أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وأبي السبطين علي، وعن بقية أصحاب نبيك الطيبين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، واجعل أعمالهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وديارنا وإسلامنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، يا قوي يا عزيز. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم عجل بالفرج يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا، تراصوا، أتموا الصفوف.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بحمد الله سبحانه وتعالى قضيت صلاة الجمعة والتي نقلناها لكم في هذا النقل الحي والمباشر من مسجد الغانم والأخرافي بمنطقة النهضة، والتي نقلناها عبر إذاعات